اخرين خاصه وكيت جا كبير في السن بعدها من لغايه 2026 ان الله فيزيون تاعنا دو ادخل وانتان من 2026 شكون يقعد يلعب في المنتخب الوطني. نزيد لك حاجه ميدو جندوز كسب مكانته الاساسيه في التربص الماضي خلال تدريبات يعني خلال تدريبات برز بشكل رهيب وقام بتصديات خياليه جعلت مدربي الحراس بالتشاور مع بيتكوفيتش يعمدون الى اقحام يعني الفرنسي يقول لك تو جو كوم تو تونترين يعني تلعب مثل ما تتدرب اكيد لما تقدم مستوى احيانا كاين اشياء في التدريبات نحن لا نراها انت ما تشوفهاش انت تشوف اللاعب في اعلى مستوى في فريق وربما لما يحضر في التدريبات في هذاك الاسبوع ما يكونش في المستوى وربما العكس صحيح. احنا نقولوا لوكا عناني كنا تكلمنا عليه في بوعناني اختك عناني فكنا تكلمنا عليه في الكواليس انا نستغرب تجيني بيزار كيفاش نجيب بوعناني راه يلعب اساسي في نيس من بعد ما نعطولوش فرصه هنا وين نروح انا نروح انه بالك في التدريبات ماشي قنعنا الناخب الوطني لا نفس حاله سعيود ايضا سعيود ايضا كان سعيود خجول جدا في التربص الماضي كاين امور خارجه على الامور التقنيه هنا ما نقولوش باللي ماشي منضبط ولا باش الناس تفهم كان خجول كاين لاعب بالك خجول ما يدخلش مليح في المجموعه ورانا نقولوا باللي بيتكوفيتش يركز بزاف على وحده المجموعه اسمها لازم اللاعب يكون ينصهر في المجموعه يقصر يضحك يدخل في المجموعه سواء خارج المجال الفني ولا ايضا بكل تاكيد في المجال الفني لانه بوعناني نعرفوا انه لاعب موهوب ان شاء الله اذا كان المشكل تاعو تاع اندماج يقضي على هذا المشكل لاننا نحتاجه في قادم المواعيد. نعم رامي الزروقي يسترجع مكانته الاساسيه ويساهم بشكل كبير في فوز فريقه فينورد في الدوري الهولندي برباعيه كامله سجل هدف وقدم تمريره حاسمه وقام بهذه الحركه قاسي سعيد. شوف هو والله رميز زروقي والله غير لغز شوف الحركة شوف لمن يوجه هذه الحركة ميدو لميدو اصلا ما كنتش تقول له تمام ميدو ما عندك الصرف قول له يا خويا ارواح ماركين هنايا في الجزائر والله غير ديرنا هكذا دائما شوف ما نزيدوش كاع نهضر شوف قدم مقابله في المستوى حقيقه ولكن احنا ماذا بينا هذا المستوى اللي قدموا في هذه المباراه يقدموا مع المنتخب الوطني ولكن دائما نزيد نقول ان الناخب الوطني مقتنع بهذا اللاعب هذا اللاعب واش يقول له يديروا في الميدان يديروا تكلمت انت يقول ربما لم يجد من يعوض زروقي شوف محمد انت تكلمت قلت قندوز ربح مكانته في التدريب كاع اللاعبين يربحوا مكانتهم في التدريب محمد كل اللاعبين يربحوا مكانتهم في التدريب ما كاينش واحد يربحها بالاسم ديالو هنا كاين يربح بالاسم ديالو قليل تسيب واحد في المية هنايا اللاعب زروقي ما يطلب منه بيتكوفيتش يقدمه له ولو انايا بالنسبه ليا غير مقتنع به كوسط ميدان استرجاعي رامي الزوختير رجل المباراة بتنقيط 8.5 أحسن مباراة لزروق هذا الموسم ميدو نعم أحسن أفضل مباراة من حيث التنقيط له مع نادي حتى من حيث الأداء من حيث الفعالية أيضا وخاصة أنه قبلها كان احتياطي بقى العديد من المباريات في حبيس كورس الاحتياط خاصة في دوري أبطال أوروبا كما قال قاسي سعيد نتمنى ينقل هذا الأداء اللي قدمه أول أمس ولا أمس مع نادي فاينورد ينقله للمنتخب الوطني وقاسي سعيد هذه الحركة ما هيش مجالية لأنني لست الوحيد الذي تحدث عنه في إفريقيا كلها في الجزائر الجميع يتحدث على مستوى زروقي بعد المباراة كان عنده تصريح لهم الفيديو الجميع يتحدث على مستوى المنتخب الوطني أداء مقبول جدا من الدوري الجزائري حماد عبد اللي رفقة ناديه أونجي أمام باريس سان جيرمان رغم الخسارة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف حماد عبد اللي وأيضا فريد الملالي اللي ما راناش نتحدثوا عليه لاعب سابق لنادي بارادو لنادي بارادو تناوي يقدم ماشي غير هذا الموسم راهو عنده انتظام رائع في المستوى تقريبا 3 مواسم الأخيرة ولا 4 مواسم راهو يقدم مستوى جيد كان أيضا من بين أحسن لاعبين رغم الخسارة لذلك يجب الإشادة بما يقدمه هذا اللاعب وهذا اللاعب أيضا ويبقى لاعب جزائري أيضا من حقه أنه يشاهد ويوضع تحت المجهر إذا كان قادر يقدم إضافة مستقبلا للمنتخب الوطني الجزائري لما لا يستدعى هو أيضا باش ما نهضروش غير على نفس اللاعبين دائما نقولوا لازم نستدعوهم فريد ملالي أيضا يستحق ماشي الدعوة يستحق المتابعة ويستحق تاني الإشادة به في البلاطوهات لما يقدم مباراة جيدة شوف راهو يقدم مباريات رائعة ما نسمعوا عليه ولا كلام ماشي مليح أو يلعب مليح راهو منضبط
نتمنى هو أيضا نعم. إذا كان يقدر يقدم إضافة للمنتخب نتمنى أنه تمنح له الفرصة يوما ما. نعم بوخنشوش كان تحت ناظري بيتكوفيتش هذا الأسبوع في ملعب تيزي وزو وقدم أداء راقيا هذه المباراة لاعبين اثنين تألقا مداني و في الميور ماش تاعهم لي جاسكا وبوخنشوش إلا كونفيرمي لي بريستاسيون ويمدهم منذ بداية الموسم قدم مباراة راقية ممكن رائعة. الآن سيتابعه بشهادة الجميع نعم. وبحضور ناخب الوطني شفنا سالم تقريبا كان يتلعب وسط ميدان شبيب القبائلي وحده نعم كان شوط بودبوز ما بانش معاه في لاميطون خرج صار مالغري كي كوستو فيزيكمو ما بانش عمريش بن داود واحد ما بان معاه انت تتوقع ان يستدعى في التربصات القادمه اذا وصل بهذا المستوى ميدو لا معلومه اللي عندي يقول لك باللي سقساو عليه في اتحاد العاصمه وكان في القائمه الموسعه لكن في اخر لحظه تم ابعاده من القائمه واستدعاء نفس اللاعبين المتواجدين في وسط الميدان كان في القائمة الموسعة كان في القائمة الموسعة وكان سيستدعى يعني مع قائمة ال المعلومة اللي عندنا نعم. كان في القائمة الموسعة وتم السؤال عليه في نادي اتحاد العاصمة نعم. حول لو كومبورتمون تاعو لو سيريو تاعو في لونطالينمون اي تو دونك تو فوا شغل بوتيتر كيل تو سو في با برك تكون عندك اداء جيد في لي ماتش مي يشيرش اوسي لو كومبورتمون نعم يركز على الجانب الانضباطي الكومبورتمون ديالك في ليكيب كيفاش راهو سالم صراحه انا واحد الناس عملت معاه هنا ما عندوش مشاكل ولا سي كالكان دو بيان ايديوكي سي كالكان دو دروا دونك انسان متخلق متربي انسان متخلق متربي وانسان يعني دائما حاضر في تدريبات يدرب مثل ما يلعب وكل شيء دوكا شحال راح يصدق غادي يستنى سالم ما كاش حتى الماض مارس الجاي باش كاين تربص على المنتخب الوطني هنا ممكن اليوم انا نقول نقدر نقول لك بوتيتر كيما كونفوكاوش اليوم تاتر ماش يس دو كونفوكيوا لانه في هاد لا فورم دوبي ديبي دو لا سيزون يعني منذ الموسم الماضي وليس فقط طريقه اللي انهى بها الموسم منذ قدوم الاتحاد العاصمه نفس الطريقه اللي بدا بها الموسم انا صراحه كنت قلتها ونعاودها سي لو ميور افضل لاعب افضل متوسط ميدان في البطوله الوطنيه هو سالم بوخنشوش اليوم لا يستدعى علامة استفهام نعم إلى رياض محرز الذي ساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه الأهلي على الرائد هدفين مقابل صفر ضمن منافسات دوري روشن السعودي رياض محرز يعود الآن تدريجيا إلى لا أقول إلى مستواه المعهود ولكن بدأ يسترجع مستواه لا حتى تشوف الشكل ديالو نقص في الميزان محمد نعم. عنده مقابلة لاباس بها اثنين مقابل صفر أمام نادي تاع الرائد ولكن في أيام الأخيرة دي المقابلة اللي جرى في مقابلة تاع الحي ديالو هذيك مع كيشي اللي زاد أط شوية المسيرين تاعو نعم زعفوا وقال لعبت المباراة في يوم راحتي وفي يوم راحتي أفعل ما لا. أشاء لا ما تفعلش ما تشاء أنت لاعب محترف وجابوك بأموال كبيرة يعني تصور تكون إصابة تمك في ذاك المقابلة هذه كيفاش راح تقابل تربص المنتخب وعندك المنتخب عندك المنتخب علاش ناس قال لك لا شفنا بنزيما هكذا ميدو بنزيما لعب مقابلات في الحي ولكن بنزيما لعب في المقابلات في الحي لما كانت العطلة الصيفية نتاع راه كومبلين كومبيتيسيون هذه دارها بنزيما اسمع